السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعي الكرام. خلال الساعات القليلة الماضية تصدر اسم شيف براك ترند منصات التواصل الاجتماعي، إذ أثار قلق الملايين من الأشخاص الذين يتابعونه عبر منصات التواصل الاجتماعي. ويعتبر الشيف براك هو الطاهي من أشهر نجوم السوشيال ميديا على مستوى العالم، ويأتي إلى مطعمه نجوم العالم في جميع المجالات ليستمتعون بعروضه في الطهي وتقديم الطعام بطريقة شهية. ونشر الشيف براك صورة على صفحته الرسمية على الانستجرام بيظهر فيها بملابس في المستشفى، جالسا على سرير بغرفة في أحد المستشفيات، وكتب في وصف الصورة: فحص طبي صغير فقط. والحب هو الرابط العظيم. وبعدها أعاد نشر نفس الصورة عبر خاصية الستوري على الانستجرام. وبعد نشر الصورة عبر حسابه الشخصي انتشرت بشكل واسع جدا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وفوجئ في المستشفى انه أثار قلق كل محبيه ومتابعيه، أو السؤال عن حالته الصحية. وانهالت الآلاف من التعليقات على المنشور على الانستجرام وتساؤل عن حالته الصحية وتمنوا له الشفاء العاجل. وهناك أقاويل بأن الشيف براك مصاب بسرطان، وفحوصات سوف يجريها لإجراء عملية جراحية خطيرة، وطلب من جمهوره الدعاء له بالشفاء العاجل. واحنا كلنا بندعي له ان ربنا يشفيه، وبنطلب من حضراتكم الدعاء ليه بالشفاء العاجل. والشيف براك هو معروف بأيقونة العمل الخيري، وكان يسافر للأطفال في سوريا، ويسافر منذ شهر في القدس، وتم إفطار الصائمين هناك في رمضان. كما ظهر في فيديو متداول لي وهو يلعب كرة القدم مع طفل صغير من أمام مسجد الأقصى، وعلق كاتبا: نحن ننتظر وقت الإفطار مع أخي محمد. والشيف براك هو من مواليد 1994، وهو طباخ ذو أصول عربية، وهو شيف من أشهر شيفات الطبخ في العالم كله. ويتابعه عبر حسابه على منصة الانستجرام نحو 34 مليون شخص، واشتهر بتقديمه العديد من الوجبات الطعام الشهية في كميات هائلة وطرق مبتكرة وبسيطة، كما يساهم في التبرع بالعديد من وصفات لصالح اللاجئين في عدد من المخيمات حول العالم، ويجذب إلى وصفاته الملايين من الأشخاص حول العالم أيضا، وذلك بسبب طرق مميزة وتقديمه المميز. وبعد طلب الشيف براك من جمهوره ومحبيه الدعاء ليه بالشفاء العاجل، احنا كمان بنطلب من حضراتكم الدعاء للشيف براك ولكل مرضانا بالشفاء العاجل.